رقم اتنين انا بوصي بقول ده ابوه فلان الفلاني ووالدته ست بولنديه يهوديه. خلاص انا لو قلت بقى يهوديه دي وحشه ولا يهوديه دي ديانه مش عايزينها، لا احنا عدونا الصهيونيه الاسرائيليه. لسنا في عداء مع اليهود، اليهوديه ديانه سماويه نؤمن بيها. يا بيه ديانه ده نبي اليهوديه مصري انت ناسي؟ طبعا سيدنا موسى ده جسيته. طب كويس هذا التوضيح يا سياده المستشار. نعم. ده شيء رائع جدا لان البعض تقول وقال ان ده تمييز واحنا مش بنعمله. عمري بص سياده المستشار اسمعني بقى من فضلك الكلام. وبعدين خد المفاجاه دي، شريف العريان ده رئيس اتحاد ايه؟ شريف العريان؟ شريف العريان رئيس اتحاد ايه؟ خماسي الحديث. الخماسي. كل اللوائح بتاعت الاتحادات خلاص فيها نص رئيس الاتحاد عضو الاتحاد يكون من ابوي مصريين. تمام؟ تمام. ما عدا هو. ما عدا شريف العريان. اسالوه امه وجنسيتها ايه؟ ودينتها ايه؟ واخد بالك يا شريف؟ نعم. شريف عريان. ايوه. واخد بالك؟ الست والدتك المحترمة ديانتها ايه؟ وجنسيتها ايه؟ عشان كده خلوهم شالوا لك من اللائحة بتاعتك. ها؟ الشرط بتاع ابوين مصريين، اب وام مصريين. اطلع لو راجل بقى قول لهم امك جنسيتها ايه؟ وتابع مين؟ اللي احنا بنكرههم. اطلع يا شريف وريني رجولتك. اتفضل اطلع. قول انا بقول لك بتحداك قدام مصر كلها. اطلع قول لنا الست الوالده جنسيتها ايه؟ وديانتها ايه؟ ها؟ من الناس اللي احنا كارهينهم. وراح مغير عامل لائحه لوحده على المزاج الواحد كل اللوائح. اب وام مصري، ده في ما عدا ده عشان الام. فبلاش بقى، ما انا عارف تاريخكم كلكم. ضد اثنين اللي هم خطفوا تليفون بسمه ولا نسمه بنت بصيره اسمها ايه اللي ده يهودي اسمها ايه؟ بسمه. خلاص هو نفس الارض نفس الدايره وانت 25 سنه قبل حمزاوي قعد يرقص. خلاص؟ ارقص يا حمزاوي البتاع بتاعته دي لما الراجل نفس القاضي انت الناس الاغنياء وراها مش عامل حمزاوي مش عاجبه ومش هرقص يا حمزاوي. لكن انا لما اشوفك عمال تلطم زي النسوان عشان مراتك بسمه اللي ابوها يهودي وجدها يهودي، ها بيقولوا ان نوني درويش دي خالتها ومامتها ما اعرفش، لكن هم بيشيعوا ذلك. هي تقول لنا اذا كانت نوني درويش دي اللي ارتدت خالتها او 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 مامتها. لما انت لطمت عشان موبايل اتسرق من بسمه ولا نسمه ما اعرفش اسمها ايه، موبايل والال خده مؤبد لما قعدت تلطم زي النسوان. خش على مواقع اقول لك حاجه، موقع عبيط كده اسمه المختلط، تمام؟ عاملين شويه بنات سفل، عارف سفل ليه؟ لانهم حاطين صوره مرزباخ او رئيس نادي اليهودي. تخيل مرزباخ اليهودي حاطين صورته، يعني شوف وصلنا السفاله انهم حاطين صوره اليهودي. طب حط صوره نور الدالي، حسن حلمي، عامر، جلال ابراهيم، لو حاطين صوره واحد يهودي من 1911 وانتوا كنتوا فين؟ انما شغل السفاله وقله ادب اللي احنا فيه ده قله. وشريف العريان ابن اليهوديه برضه واضح. على فكره انت محرج ان والدتك يهوديه؟ والدتك ست عظيمه. انت ليه انت فاكر اليهوديه ده ديانه ربنا مش احنا كلنا معترفين بيها؟ مالك هايك كده ليه؟ بس عندي اعتراف منك ان امك يهوديه وانا صح. اهدى يا انا، اهدى كل اللي تعملوه ده لا مؤاخذه باخده وبطلع فيه خش بيه على التواليت.